اوكي هذه يعني نتفق وياك فيها، لكن انت قبل شوي انتقد تريج يعني في جزئيه، يوم من الايام صار شيب ما بينك وبين محمد لوشيحي او الناقد او غيره، ايضا نفس الحادثه تدخلوا بعض الاشخاص صحيح يعني وكلموك انت زعلت وثرت وانفجرت، ها ها يعني في هذه في المساله في فرق بين لما تكلمني، في فرق بين لما تشتمني وتتعدى علي وتشتم اهلي واول امور هذا كله، هذا اللي صار هذا اللي صار. واساسا الخلاف شو بينك وبين محمد ما بيني وبينه شخصيا، ما بيني وبينه لك الخير، ما اعرفك ولا يمكن بحياتي كلها التقيت فيه مره واحده. انا خط السياسي لا يعجبني فانا قاعد انتقد هذه الامور زي. ولنفرض ان في شيء بيني وبين محمد لوشيحي، فهو بيني وبين محمد لوشيحي، منو انت وليش هو ما عنده ما يقدر يرد مثل ما انا متواجد قاعد انتقده في تويتر؟ بامكانه يرد اذا هو يبي يرد، ما يبي يرد هو الحريه له. انتم شنو دوركم اللي تحاربون مكان محمد لوشيحي؟ هذه المشكله الناس اللي قالت عنها الاخت ريج ان الناس كرست عمرها للدفاع عن اشخاص. بس ما تعتقد هذه اصبحت ثقافه بشكل عام؟ ما هم نفس المجموعه، هم 30 40 شخص هم نفسهم معروفين اللي يعني اللي سووا مشكله او هاجموا الاخت ريج هم نفسهم، او في بعضهم اللي هاجموني وقد يدخلون في مشاكل مع غيري ويهاجمون غيري، هم نفسهم. شو اللي تختلف فيه مع محمد لوشيحي وابو خط السياسي نهجه؟ يعني انا بذكر لك حادثه صارت عشان ولا تقول يعني هم الناس يقولون سياسه وفيها تبدل مواقف. كلنا نذكر المجلس المبطل الأول سنة 2012 وما قيل في حق النائب رياض العدساني مقابل حق من حقوق النائب رياض العدساني على تصويته في اللجنة المالية وإلى آخره. بقدرة قادر أصبح يمدح رياض العدساني، بتقول لي سياسة أنا أتفق وياك، ولكن الكلام الذي قيل في حق رياض العدساني في تلك الفترة مستحيل يخلي أي واحد ثاني اللي قال الكلام هذا يتراجع موقفه مهما فعل رياض العدساني. هذه شغلة في أنا يمكن ما أحب التلون بالمواقف. نرجع حق محمد لوشيحي، من كان في جريدة الرأي إلى أن انتقل إلى قناة الرأي إلى أن راح الشاهد وبعدها أعتقد انتقل لعالم اليوم، أي قناة اليوم، لا مقالة في جريدة الرأي يقدس مرزوق الغانم وهذا الرجل وإلى آخر رأيه. هذا الحكي أعتقد في 2006. بعدها له مقابلة في تلفزيون الرأي مع الأخ جاسم الخرافي، وبعدها مقابلة مع جاسم الخرافي قال فيها أنا ماني مصدق أني أنا مقابل جاسم الخرافي. بعدها انتقل إلى معسكر عالم اليوم وبدأ الهجوم على جاسم الخرافي مرزوق الغانم. انت الحين وهذا كله بظرف 4-5 سنوات، ومرزوق الغانم خليك من جاسم الخرافي، مرزوق الغانم خط السياسي هذا هو من دخل مجلس الامه لغايه هذه اللحظه هو ماشي على خط سياسي. لا هو اللي متجه او مايل باتجاه المعارضه. هذا خلافك، البعض يتهمك انك انت محسوب على مرزوق الغانم وانت تدافع عن مرزوق الغانم، وهذا السبب اللي خلاك تختلف مع محمد لوشيحي. لا مو صحيح، انا هاجمت مرزوق الغانم وقبل شهرين او اقل يوم شطب الاستجواب هاجمت مرزوق الغانم. وقبلها في احد الاستجوابات اللي اعتقد انه استجواب وزير الداخليه الشيخ جابر الخالد هاجمت مرزوق الغانم، ولكن انا ماني مجبور عشان اقنع الناس انه والله انا مش تابع لمرزوق الغانم اني هاجم مرزوق الغانم بالفاضي والمليان. انا بالنهايه لي قناعتي، مرزوق الغانم صح انت تشوفه غلط هذه مشكلتك، ولكن انا اشوفه صح، انا اتكلم في قناعتي موافق اللي تشوفه انت. ولكن الناس اليوم عشان تثبت لهم ان انت مالك علاقة بمرزوق القانون مطلوب منك أن تهاجمه على مدار اليوم وحسب قناعاتهم، أنا أرفض هذا الأمر، أنا أتكلم في قناعتي. عاجبك عاجبك، مو عاجبك لا تقرأ. مشاري البعض يتهمك أن في أحد وراك يعني اللي تكتبه، واسمح لي في هذه الكلمة، يعني البعض وهذا كلام يقال عنك أنه والله مشاري ما يكتب في تويتر إلا الرجل، واسمح لي في هذه الكلمة وإن شاء الله أنت محشوم، يعني أن مشاري مأجور يعني يدفع له ويتحكى على بعض الأشخاص وغيره كتوجهات عامة في قضايا محددة، ردك على هذا الاتهام؟ أول شيء وراك أحد؟ إيه نعم وراي أحد. من اللي وراك؟ وراي دعاء أمي وأبوي وربي حافظني. شخصيات أنا عيست وأنا أسمع الكلام هذا وأنت وراك وأنت وراك، قلت لهم تعالوا أعطوني أسامي، أنا بس بعرض لك الحين الشخصيات اللي انتقدتهم وقد أكون هاجمتهم، رئيس الوزراء السابق، رئيس الوزراء الحالي، رئيس مجلس الأمة الأسبق، جهاز أمن الدولة، وزراء الداخلية الثلاثة اللي هم الشيخ جابر الخالد وأحمد الحمود ومحمد الخالد الوزير الحالي، من اللي وراي؟ تعال قول لي وراك فلان، مرزوق القانم هاجمته،
قول لي تعال قول لي انت وراك سي من الناس عشان اعرف ارد عليك. اما كلام يقال في الهواء انت مدعوم من فلان، انت مدعوم، طبعا اخرها قالوا انت مدعوم من جاسم بودي. ليش؟ لان يوم تكلمت او وفق قناعتي ووفق المعلومات اللي عندي على موضوع صفقه الطائرات الهنديه وموضوع سامي النصف وعيسى الخندري، ايوه وزير المواصلات والاخ ابو عبد اللطيف سامي النصف، فاصبح الناس اليوم شنو الموضوع تكلم فيه تصير تتابع الشخص اللي هم يعتقدون انه وراء هذا الموضوع. هذه مشكله هذه. فانا ماني مجبر، عندك دليل تعال قول لي، والله تعال هذه ورقه او انت ماجور من فلان وهذا معطيك مبلغ ولا معطيك مزرعه ولا معطيك شاليه او سياره الى اخره، وتعال واجهني. اما تقعد في الديوانيه انك تلغي الاتهامات جزافا، هذا الامر مفروض انا راح اتكلم.